وما تخافش على الاهلي، والاهلي صانع السعاده والبهجه لجماهيره. الحقيقه لهذا تلعب كره القدم، جبر الخواطر على الله. لعيبه الكوره ولعيبه الاهلي بالخصوص، لانه الاهلي صاحب الشعبيه الاكبر وصاحب التاثير الاعلى في المزاج الشعبي العام. لما الناس تحس بقد ايه اللي بيعملوه في الملعب بيسعد ناس على مختلف مستوياتها العلميه والثقافيه والماديه والاجتماعيه، كله سوا يسعد لانتصار الاهلي. الاهلي بالنسبه لهم يعني الكلمه الحلوه اللي بتنيمهم في سعاده، مهما كانت ظروف المعاناه والحياه، وحتى لو الالم يبقى الاهلي فعلا صانع السعاده والبهجه لمحبيه. شوفوا فيديو لطفل صغير اسمه ياسين من ذوي الاحتياجات الخاصه بيتفرج على المباراه الاخيره للاهلي وهو نايم، بس شوفوا درجه يا باشمهندس تفاعله مع الكوره، هو اللي بيذيع الهدف بتاع حسين، وشوف فرحته قد ايه. هفرجه لكم. يلا يا علي، يلا يا علي، اجري يا علي، ارفع يا علي، ارفع يا علي، يلا حسين، يلا حسين، جول! الله عليك يا حسين، الله عليك يا حسين يا شحات، يا ملك الحلويات، الله عليك يا نينجا، الله 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 عليك يا ابني. ياسين عامل ايه يا حبيبي؟ يا رب تكون بخير. انا مبسوط ان انت شفت الجون بتاعي، ومبسوط ان انت كنت فرحان. ربنا يكرمك يا حبيبي دايما ان شاء الله، ودعواتك باذن الله الفتره الجايه يا حبيبي. حبيبي ياسين، شوف جمال اللقطه دي في مجموعه حاجات. ايوه، الطفل ده رد فعل عفوي، والده سجله وحطه على تويتر. يعني ما هواش اتبعت لقناه ولا بتاع، لم يروج له. أيوة. لكن هو فرح بابنه وانه كان سعيد جدا، حتى البادي لانجوج هو نايم على جنب كده وبيتفرج، ورعشه ايديه بتقول لك متفاعله قوي قوي. وبعدين الله عليك يا نينجا، الله عليك، ايه الحلاوه دي، الله عليك يا ابني، بيقول هو واخد حنجره معلق. ايوه، فهو ده لما حسين شافه حس ان هو ازاي طفل زي ده تعلق بيه الى هذه الدرجه، وسعيد بيه قوي وفرحان. تواصل معاه وبعت له رساله فيديو، يعني فيديو، صور فيديو وحطه وده له عشان يسعده بهذا التواصل الشخصي. لكن انا عايز اقول الولد ده عنده حس نقدي عالي. ايوه، الجون ده الله عليك يا ابني، الله باصي يا علي، ارفع يا علي، يلا حسين بيلعب جون ما اجمله. الجون ده اختارته اللجنه الفنيه في البطوله، في البطوله اجمل هدف في الجوله. وهو جون جميل جدا. ايوه، في تحرك رائع، ربط اللعيبه مع بعض، تحركهم مع بعض، اللعيبه الاوفرلاب اللي حصل، ثلاث لعيبه اشتركوا فيها بلمسات وقرارات سليمه أدت إلى أن الجون كان بهذا الجمال وهذه الدقة وهذا التعاون. شيء جميل أن لعبتنا تبقى مدركة أن جمهورها، وخصوصا من الناس اللي عندها ظروف خاصة، سعادتها بيبقى مضاعف. يعني بتحط كل حمولها على الماتش، بعد سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى وأملهم في بكرة، ولكن اللي بيسعدهم في حاجات زي كده، في لحظات حياتية، مباراة لنادي بيحبوه زي النادي الأهلي. وعشان كده أنا بقول لك القلب يعشق كل جميل، وما أجملك يا أهلي إنك تساهم في إسعاد مثل هؤلاء.